ما تقوله وتصرح به الحكومة الاتحادية لا يعنينا. نما خوسيو وح اي ليدهي دولده فدرال سومااليلاند ودولد مدح بنانيد 28 سنه وانا ميل حسيلون واي ديمقراطيه كجيرتو مشروع ايغو وحا او هلي اوغلانشها برلمانكا سومااليلاند ما اودي كرتو حكومه فدرال كاهي اني وح بدشو انا هين هذا لو اي جيديان او انان انغو جوجين كاري هاوشو وينو سعطا مشروعنا حلكا نغا سارا وانو إلالينينا أنغا يكوى آنو نهاي شراكدا سومالي لان إيو إثوبيا جبوتي محكمة دا أنو دعووني وإسلا محكمة دي أي نغا سو دعوية وآنكا محكمة دا أي سو ساريسا وحا آنو فلينا إن لو حكومة فلنتا وآنكا محكمة دا waxa jiraya ganaax iyo magdhow magdhow la xidhiidha sumcadayada iyo qaabka aan habboonayn ee ay noola dhaqmeen run ahaantii iyagu heshiiska qura may burin balse xoog bay kula wareegeen dekadda annaga oo leh qayb ka mid a waanu ka xunnahay waxa ay tallaabadaasi si weyn u dhaawacaysaa jabuuti iyo dowladaha afrika annaga wax weyni namay soo gaari warkan oo laga baahiyey warbaahinta imaaraadka waxaa af soomaali u tarjumay cabdimaalik sheekh muuse cabdoon. وفي القرن الإفريقي الحكومة الاتحادية الصومالية لا تستطيع تغيير أي شيء بخصوص اتفاقنا الثلاثي الأخير حول ميناء بربرة في أرض الصومال. هذا ما أكده سعادة السلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية خلال مقابلة خاصة مع مركز الأخبار. أما بخصوص التطورات الأخيرة في جيبوتي فقد توقع بن سليم أن يكون حكم المحكمة في لندن لصالح موانئ دبي العالمية لأنها ليست القضية الأولى مع جيبوتي. طبعا ما تقوله وتصرح به الحكومة الاتحادية لا يعنينا وحكومة أرض الصومال دولة صار لها مستقلة 28 سنة ومستتب فيها الأمر وتمارس الديمقراطية ومشروعنا هذا حظى بموافقة البرلمان في صوماليلاند ولا تستطيع أصلا الحكومة الاتحادية أن تغير شيء على أرض الواقع إلا مجرد تصريحات هم لا نستطيع أن نوقفها. أما على أرض الواقع إحنا مستمرين وملتزمين بهذا المشروع وأيضا شركائنا من حكومة صوماليلاند وأيضا شركائنا الاثيوبيين القرار من المحكمه طبعا اللي نحن التجأنا بالتحكيم هي نفس المحكمه اللي اشتكوا علينا سابقا فيها قرار بيصدر منهم طبعا ونحن نتوقع يكون في صالحنا في النهايه طبعا تنفيذ القرار نحن طالبين غرامات وتعويض معنوي تعويض على سمعتنا تعويض على الاجراء التاسفي اللي قاموا بالواقع هم لم يلغوا هم استولوا بالقوه على ميناء نحن نملك جزء منه وهذا للأسف بيضر جيبوتي بيضر الدول الأفريقية بشكل كبير. نحن ماليا ما تأثرنا إلا قليل يعني بالنسبة للميناء دخله ما يعني الكثير ولكن أعتقد أن أفريقيا بشكل عام ستعاني من ما عملت جيبوتي لأنه بيظل الاستثمار خطر